المراجعة الشاملة لنهار اليوم راح تكون على لو تي 5 ايفو 14 من عند جويور. هذه السيارة ظهرت أول مرة سنة 2020 وبالتحديد خلال فعاليات صالون غوانشو، وتعتبر أول طوموبيل من عند العلامة اللي حملت شعار 14. شعار العلامة هو عبارة عن درع ويتوسطه الأسد، الأسد يمثل الشجاعة وأيضا ثقة بالنفس كما يقولوا باللغة الصينية جين شي بياو. عندما نروح نشوفوا لديزاين ديال تي 5 فورثينغ من عاد جويور نلقاو لمسات إيطالية، لأنه الديزاينر ديال هذا العلامة يقولوا أنه جابوه من إيطاليا، دونك أوتوماتيكمون يفا أتر أم تي بو فا بخوندغ لي ليني دي فاتور إيطاليان كيما مازيراتي ولا حتى لامبورغيني، وهذا اللي نشوفوه دي كوتي أفون خاصة في الشبك الأمامي اللي أيضا يذكرنا بعض السيارات الألمانية. واجهة أمامية تحمل كثير من تكنولوجيا ابتداء من أضواء كومبليتمون LED، وفيها ديزاين كما قلنا يشبه بعض السيارات الإيطالية وأخرى ألمانية. وعندما نشوف أيضا هذا الشبك الأمامي نذكره سيارة معينة هي بورش ماكان. Donc tout simplement, donc les Chinois, ils cherchent toujours des voitures européennes pour prendre un petit peu de leur design et s'imposer dans le marché mondial. Bien sûr, هذا الأضواء كما قلنا فيهم تصميم جد راقي. التصميم هذا شفناه أيضا عند هيونداي عند علامات آسيوية أخرى من غير الصينية. Donc l'esprit espiègle étiré à la pointe de la technologie. حتى من الجوانب ديالو تي 5 فورثينغ من عند علامات جويور ما ينقصش من لا توش دو سبورتيفيتي. دايوغ نشوفوها في الليلين اللي يمتدوا من الجناح الامامي حتى للجناح الخلفي افيك ان اير كوبي، دونك تو سامبلومون ان اس يو في كومباكت افيك اون توش دو سبورتيفيتي، بلا ما ننساو الجانب الجمالي وتطعيمات الكروم المتواجده على هذه الجوانب. فيما يخص ابعاد هذا السياره، الطول ديالو يلحق 4.56 متر بالتحديد، العرض ديالو 1.86 متر، ان امباتمون دو 2.71 متر، وارتفاع مقدر ب 1.69 متر، بلا ما ننساو لي جونتون الياج افيك لا توش سبورتيف دو 19 بوس. توش دو سبورتيفيتي ايطاليان، معناها فكرنا مازيراتي فكرنا لامبورغيني، ما لازمش نسيونا باللي رانا سيغ ان فورثينغ تي 5 ايفو اس يو في بيان سور كروس اوفر كومباكت، وهذا نشوفوه في لا بار دو توا باش يفكرنا باللي انه هذه السياره عائليه قبل كل شيء. يلا نروحوا نشوفوا الجانب الداخلي لهذه السياره ونشوفوا الرحابه اللي اكيد راح تكون ايجابيه، لانه لومباتمون سي 2.71 متر، ما تنساوش. جانب الرحابة أكيد أون سيرفي داخل هذا لو تي 5 إيفو فورثينغ. دايوغ نشوفوا ليسباس أو جنو كي تخي تخي إمبورتون حتى لا كارد أو توا. وكيما سبق وين قلنا على سيارة الـ إكس 5، لي كوبي ديال هذا الطوموبيل ما يبيناليزيش ليسباس أبور. دايوغ لومباتمون لي دو 2.71 متر كيما قلنا ينعكس إيجابيا داخل الرحابة، أون تخي تخي بيان إنستالي داخل هذا لو فيكول. كوتي إيكيبمون متواجد في هذه الخلفية، لقاو ديكروشي لهنايا، اون بليس اي سون ديسكري، وين يرفدوا حتى 3 كيلوغرام. نلقاو ان بور يو اس بي بور ليتيزاسيون ديال التليفون ديالنا، ان اسباس دو رونجمون جوست لهنايا، دوز اسباس دو رونجمون لو دوسي ديال لي سياج افون، لقاو اكودوار افيك دو بورت غوبلي، وما تنساوش لي سياج راهم اون كوير فيريتابل. لا فينيسيون فو با اون بارلي، سور بيكور، اون بيل كولور دانتيريور، وين ديرنيير شوز أضواء جانبية، دونك اون لوميير اللي نقدروا تفيدنا سورتو إلا سي اون فو فير دو لا ليكتور في لو تراجي ديالنا. أهم شيء لو بوست دو كوموندمون ديال هاد تي 5 إيفو، وشوفوا الانتيريور. دونك الحاجة الأولى لا كلي إلي أو ميتال، هذا سي با دو بلاستيك، سيني فورثينغ. اكسلون، لا بروميير رمارك اللي نشوفوها داخل هذه السيارة ونديروها سي بيان لا كاليتي دي ماتيريو. هنا اوني بلو سور دو شينوا، ما كانش شناوا لهنا تو سامبلومون، اللي كنا نعرفوهم اوبارافون في لي زاني اللي فاتوا
ريبتور توتال. قاو دي بلاستيك موسي سور توت لا بلانش سور بيكور بلاستيك دو بون كاليتي ماشي تشيب. دونك بيان سور ان رابيل توجور لي فواتور المون. Piano black, donc des espaces laqués, console centrale, rien à lui envier, avec toujours des espaces de rangement. D'ailleurs, le véhicule fait 37 espaces de rangement. Quand on a besoin de se boire, on a 37. Donc, ça c'est excellent, c'est un point positif. Fait le véhicule. Nabdaou, hada wahed, réfrigéré s'il vous plaît. Donc, alors, t'as comme on a besoin d'une bouteille d'eau, m'berdoha. Porte gobelet, bien sûr, batagan. Un autre espace de rangement, juste là, dans la console centrale, avec port USB. Un espace là, pour fixer le téléphone. Donc, il a bien à utiliser le téléphone d'Yana. D'ailleurs, d'habitude, on le fixe, le pare-brise ou là. Mais là, derrière, une petite astuce, ils ont réfléchi à tout, les Chinois, pour fixer le téléphone. Ou chez Akhar, il saute aux yeux aussi, c'est le volant gainé cuir, signé 4Things, c'est un volant multifonction, et on peut bien sûr bien commander pratiquement le système d'infodivertissement. Excellent. Et là, on va voir le démarrage sans clé, stop and start, faites le véhicule. Allez hop. Donc on a le tableau d'Yana, donc c'est un écran de 10 pouces, un peu plus de 10 pouces, 10-24 à peu près, exactement. Donc là, je vous un petit peu les fonctionnalités que je viens de faire. Regarde, Inch'Allah, yallah, où est-ce qu'il y a? Il y a un téléphone, multimédia, radio, phone link. On va voir phone link, où est-ce qu'il y a comme option? Donc, Easy Connection, use USB to connect van, enable Easy Con on mobile. Donc, on doit télécharger l'application pour utiliser le système Android Auto. Excellent, donc on a un multimédia. Donc on peut utiliser la radio, soit en vidéo, USB ou la Bluetooth, mais nous avons le wasa'et qui nous aimons. Et là, on va voir le setting. Et là, setting. On a un display, screen brightness. Donc on a un peu de la chasse ou on a un peu de la le mode. Day and night, donc jour et nuit, soit automatique, ou la day mode, ou la night mode, qui m'en habou. Yallah, c'est général. On a le réglage de le son, soit le média volume, ou la, le mobile volume, ou la hatta le kayton, on a l'écoute de ce tin, on peut le désactiver, on peut le réactiver. On a sound regulation, on a bien sûr, pour nous réguler, ou la radio de le système. Yallah, on a une chose, connect, on a le Bluetooth qui m'en habou. On peut repérer le téléphone d'Yana directement le système d'infodivertissement. Bien sûr, il y a un arcam, il y a un wireless network. Donc, on a du Wi-Fi, on peut activer Wahnaya, ou là, on le désactive. On a un hotspot, on peut un Wi-Fi collectif, ou un camel, le recab, il peut connecter. Et là, on chauffe les options du véhicule ou je. On a body setting. Et view mirror, ok, rear door, low medium, on est bien. Had lampe, yallah. Donc, là, c'est pour ajuster l'adwa al-amamiya, pour nous régler l'adwa, soit on t'allouha, ou l'on habtouha akhtar. Voilà. 0 degré, 1 degré, ou la ciblé degré, voilà. Donc, on a trois positions, il y a le réglage des optiques. Et alors, le troisième système, donc là, c'est pour télécharger. L'application sur téléphone. Voilà, là. Voilà, excellent. Maintenant, l'affichage d'Yana, il est complètement numérique. On a drive mode. Il y a le mode sport, mode éco. Ou là, le mode basique, l'Adi. Bien sûr, vitesse automatique qui m'a dit comme elle est. Donc, on a le système de freinage d'urgence. On a l'aide au maintien de la route, on a l'USP, l'ABS, pratiquement كامل, نظم المساعدة على القيادة في هاد السيارة. وأيضا نظم الكونفور. نزيد نتكلم لكم أكثر على السياج هذا اللي il est réglable en hauteur, en profondeur, électrique.
دو كوتي كيما نحبوا دونك هنا اوني بيان سيرفي او ماتيير دوبسيون كاين براتيكمون كلش في هاد الطوموبيل. فيما يخص نظم الامان والسلامه داخل هذه السياره دونك نلقاو بانوبلي دير باك حتى في الجانب الخلفي اون تروف دي زير باك في هذه السياره بيان سور دي زيد دو سيستيم ديد لا كوندويت وايضا دي سيستيم دو كونفور اللي راح يعزوا الامان في هذا الطوموبيل. اي لا ديرنيير شوز اللي نتكلم لكم عليها سي بيان ان توا بانوراميك اللي نقدروا نحلوه من هنايا فوالا دونك هنايا يتحل حتى لي حتى الدوزيام رونجي ديال هاد الطوموبيل دونك وين تكون عندنا نظره بانوراميه كليه. واذا حبينا نحلو لو طوا اون فاباس بريفي كاين ان بوطون لهنايا وين اون اوفر لو طوا كيما نحبو لو نيفو اللي نحبو. اي الله ما فيما يخص محرك تي 5 ايفو 14 مجهز بمحرك 1.5 بقوه 197 حصان. هذا المحرك مجهز بتوربو سي تي موتور ميتسوبيشي ميفيغ اي تو سا اكوبلي ا اون بوات ا فيتيس دوبل امبرياج دونك دبل كلاتش دي سي تي. وهاد لا بواط سيل فو بلي لي دو جي تاغ لو كونستركتور المان دي بواط ا فيتيس دايور سي لوي كي ايكيب رونو مرسيدس بي ام دبليو اي ميم فيراري. اهم حاجه نشوفوها في الخلفيه هذه هي الاضواء ال دي كلها ال دي دونك تقريبا انه هذه الفلسفه شفناها عند كثير من العلامات الاسيويه ولا حتى الاوروبيه ولو كان نجيو نشوفوا بيان لاغيير ديال هذا لو فيكول نلقاوه باللي يشبه لو بورش ماكان اكزاكتومون كارت انورم سورتي ديشابمون او كل هذا لانه قوه المحرك تقريبا تلحق 200 حصان 197 بالتحديد. شيء اخر نشوفه في الخلفيه هذه نلقاو لا سيناتور دي اف سي دونغ فانغ نلقاو اوسي جويور mais aussi les quatre le T5 qui vaut bien sûr le rappel dit le nom de ce SUV. Chez Akhar bien head le Ayan les tftah électriquement. Donc c'est un point positif fait head l'Akhar باش يعطينا رحابه كبيره ديال الصندوق الخلفي اللي تقارب 460 470 لتر. Même chose pour la fermeture car c'est un petit bouton نقدروا نغلقوا هذا لو Ayan. بيان بلا ما ننسى ولا توش دو سبورتيفيتي حتى في الجانب الخلفي مع هاد لو بيكي اخيير دونك اون توش دو لومينوزيتي عصريه جدا غيان ادير بور سو دي اف تي 5 ايفو.